هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. لو انتم جديد في قناتي انا اسمي روان وبنزل ميك اب اند فاشن فيديوز هير ماي يوتيوب شانل، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تنضموا للفاميلي وما يروحش عليكم اي فيديو انا بنزله. كمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو اند ليتس جيت ستارتد. سو مش عارفة إذا لاحظتوا إنه في تغيير في شكلي بس obviously my hair is red. في ناس كتير قوي على الانستغرام فكرت إن ده شعري الحقيقي، بس لأ، ياريت يكون ده شعري الحقيقي بس دي باروكة. فأنا هسيب لكم المكان اللي اسم واو، هسيب لكم اسم المكان اللي جبت منه الباروكة دي تحت في صندوق الوصف. فيديو النهاردة هعمل لكم this makeup look. it's very nice very spring-ish، بس طبعا مش هنقدر نخرج بيه فهنعمله ونقعد في البيت ونشوف نتفليكس مع بعض كلنا. كمان حاجة عايز اقولها لكم قبل ما نبدأ الفيديو، اختي بدأت تنزل فيديوهات على قناتها على اليوتيوب، فهسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. روحوا شوفوا فيديوهاتها، بجد مسلية جدا، very entertaining very informative. so please go support her, go like her videos, go watch them. الفيديوهات بتاعتها يا بنات احسن الف مرة من فيديوهاتي. like she makes me like want to edit like her because her editing skills are amazing. فروحوا شوفوا قناتها، فيديوهاتها مسلية جدا جدا. كمان حاجة عايزة اقولها لكو، انا لابسة my pajamas and I'm filming with my pajamas بس I don't care لانه كلنا قاعدين في البيت. so doesn't matter you guys, you know في حاجات اهم بكتير من واحدة تكون بتصور بالبيجاما. like so what you know. المهم من غير رغي كتير، لو حابين تشوفوا ازاي عملت this makeup look grab a snack and let's do it together. قبل ما ابدا الميك اب دايما لازم احط ليب مويسترايزر اللي انا بعشقه دلوقتي ودايما اصلا. ريحه الكوكونات، هو ده من سيفورا اند احطه كده on my lips. guys my lips مش عارفه ليه بجد بقوا دراي جدا جدا جدا، ناشفين وبيتقطعوا من الناحيتين دول، فمش عارفه ليه. طبعا في دلوقتي برا حظر تجول، ممنوع نخرج من البيت which is cool. شايفين دي رسالة وصلت لكل الناس انه في حظر تجول وما ينفعش نخرج من البيت علشان الكورونا. فقلت هنعمل ايه، هنقعد ونحط ميك اب علشان نمسحه بعد 5 دقايق ونقعد في السرير ونشوف نتفليكس، you know the usual. so للكونسيلر النهاردة هستخدم ده من ميك اب فوريفر اتش دي، واللون بتاعه رقم 31.5. مش هكتر face product و foundation و concealer وكده لانه I'm not going anywhere. guys this is so me, I swear to god. before quarantine after quarantine this is actually me. okay يلا نكمل الميك اب. هاخد بيوتي بلندر وهبدا ادمج الكونسيلر. صراحه حبيت الكونسيلر ده، مش بستخدمه دايما بس it's really really good. تغطيته حلوه بجد يا بنات، مش عارفه ايه اللي بيحصل في الدنيا، يعني حقيقي مش قادره افهم، مش قادره استوعب. حاسه انه حلم كابوس وحش، مش لك الواحد مش عارف يصحى منه، عارفين؟ بس في نفس الوقت بحاول قد ما اقدر اكون very positive وعلى my platform especially انستغرام يوتيوب كل الحاجات دي بحاول المحتوى اللي بحطه يكون ايجابي، علشان كل الحاجات اللي بنسمعها كل يوم حاجات سلبية. فبحاول على قد ما اقدر ان المحتوى بتاعي يكون حاجة ايجابية، حاجة تحطكم في مود احسن من المود اللي احنا كلنا فيه دلوقتي. وعايز اقول لكم ان القعدة في البيت بجد ادتني فوائد كتير او عملت حاجات كتير حلوة. اول حاجة خلتني ارتب اوضتي اللي بقالي كتير قوي كل يوم بقول هرتبها وما برتبهاش، بس خلتني اعمل كده. باي ذا واي الفاونديشن اللي بستخدمه من ديور واسمه باكستيج فيس اند بودي، اي لاف ذس فاونديشن. المهم رتبت اوضتي، علقت كل الهدوم، اي فولدد ايفريثينج. الميك اب اللي مش عايزاه طلعته حطيته في اكياس وطلعته برا الاوضه علشان مش عايزه كراكيب خالص. حاجه كمان عملتها اني طلعت كل الشوزات اللي عندي في الاوضه حطيتهم تحت السرير في بوكس، لاني obviously ما بخرجش ف مش هحتاج شوزات ومش عايزه يكون في كركبه كتير في الاوضه. فده اللي انا عملته، مبسوطه جدا ومرتاحه
أوضة كده نظيفة واسعة. أخ I love this feeling. وكمان استوعبت إنه لا إحنا قاعدين شوية like حبة حلوين في البيت. فأنا أصلا من الناس اللي ما بخرجش من الأوضة، فلازم الحواليا أو ال surrounding بتاعي يكون مكان حلو peaceful كده نظيف وجميل. المهم بال beauty blender هبدأ أدمج ال foundation. عايزة أقول لكم والله يا بنات، من أول ما قعدت في البيت وأنا بشرتي بقت ولا أروع. أنا مش عارفة إيه الموضوع، مش عارفة أنا عملت إيه، مش عارفة إيه اللي تغير، بس بجد بشرتي يعني بقت أحسن بكتير. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. يعني صراحة مش عايزة أحسد نفسي، بس أول مرة في حياتي أشوف وشي كده، أشوف بشرتي صافية بالطريقة دي و I love it صراحة. So أنا بقالي كتير قوي ما بشربش ستاربكس، فممكن يكون دي الحاجة اللي غيرت لي بشرتي. ممكن 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 يجي ماتر ممكن. فوالله يا بنات القعدة في البيت جابت نتائج كتير حلوة، فأنا مبسوطة من الموضوع ده. Guys, I literally freaked the hell out. بعتوا تاني رسالة تنبيه بتحذر الناس ان هم بدأوا بالتعقيم اللي هم بيعملوه دلوقتي في أبو ظبي في الشوارع. بيعقموا كل الشوارع public places، كل public transportations، كل الحاجات دي بيعقموها which is really good and it makes me love this country so much more. بس anyways yeah, ف this freaked me out. انا اللي هعمله هقفل موبايلي. That's bye, see you later. وعشان اثبت تحت عيني ووشي هستخدم الكات فان دي ترانسلوسنت باودر. الباودر ده يا بنات لو ما جربتهوش بجد رايح عليكم نص عمركم لانه يجنن. قبل ما ابدا احط الباودر تحت عيني هاخد البيوتي بلندر وهدمج الخطوط اللي تحت العين، وبعد كده هثبت. وشوفوا ازاي بستخدم كمية قليلة جدا لتثبيت تحت العين. كل ما قللتوا الباودر تحت عينكو كل ما الميك اب بقى احلى وانضف. المهم يا بنات، وانا في المدرسة صحابي كلهم كانوا بيتكلموا على السيريز ده، كان اسمه Pretty Little Liars، وكانوا كلهم طالعين بيه السما يعني oh my god Pretty Little Liars وبلا بلا بلا. تقريبا معظم اللي بيشوفوني دلوقتي عارفين Pretty Little Liars لانه سيريز او مسلسل على نتفليكس مشهور جدا، ويمكن يعني من 10 سنين I don't know، من كم سنة يعني، من زمان قوي الكلام ده. فانا صراحة كنت مطنشة الموضوع جدا، بس بعدين كده من كم اسبوع يعني من اول ما بدأت اقعد في البيت شفت اعلان عنه يعني على نتفليكس، ففتحت وguys let me tell you انا يعني I'm hooked بالمسلسل ده. It's very nice. مسلسل فيه 7 seasons فاللي هو مستحيل تزهقه يعني، ممكن الكوارنتين يخلص وانا لسه مخلصتش المسلسل. يتكلم عن 4 or 5 teenagers، هما 5 teenagers صاحبتهم تتقتل وبيحاولوا يوصلوا للقاتل وبيحصل mysteries وحاجات كده. I don't know I just really liked it وحبيت القصص، وبقيت كل يوم بقعد اشوف Pretty Little Liars. ف لو حد عايز يشوف حاجة حلوة على نتفليكس Pretty Little Liars is really nice. كمان مسلسل اتفرجت عليه وحبيته على نتفليكس اسمه Atypical. So Atypical برضو حلو قوي اتفرجت عليه، بس Atypical فيه 3 seasons فأنا بالنسبة لي خلصته في أسبوع يعني صراحة. تخيلوا خلصت 3 seasons في 1 week من قد الملل والفراغ. عايز أحكي لكم بسرعة قصة الرموش. أنا ليه مركبة رموش من غير ميك اب؟ فأنا قبل الحجر المنزلي كنت عاملة لاش extensions، وبعد كده مع القعدة في البيت طبعا كل الرموش وقعوا وما بقتش متعودة على شكلي من غير رموش. وانا لو تعرفوني بعشق حاجة اسمها رموش، فبقيت احط الرموش literally واتخيل اني حاطة lash extensions. يعني بصوا فراغ نفسي وفراغ عاطفي، بصوا يعني ما تركزوش. بس الرموش اللي انا حطها دلوقتي تجنن تجنن، طبعا مش عشان يعني رموشي بس بجد حلوين. وهم داش كزماتيكس. هحط لكم اسم الانستغرام، go follow go support. الرموش ب60 درهم بس، والبير ده يا بنات بجد استخدمته فوق 35 مرة يعني فوق 50 مرة مش 35، بس بجد يجننوا. والستايل ده اسمه بيبي جيرل، بصوا زي جمال يا المهم let's move on. guys ساعات بجد بقعد اتخيل كده اول يوم يسمحوا لنا الخروج فيه
هيبقى عامل ازاي اليوم ده، وانه خلاص الفيروس يخلص وكل حاجة ترجع زي ما كانت. لانه بجد انا انسانة بحب الروتين بتاعي، فبتضايق قوي لما الروتين ده يتغير. فنفسي بجد ان الروتين يرجع والحياة ترجع زي ما كانت، بس ان شاء الله اتول. يعني مفيش حاجة بتفضل للأبد، وان شاء الله الفيروس ده هيخلص وهيمشي. وبحس انه لما الفيروس ده يخلص الناس هتبقى اسعد بكتير بالحياة، وهتحب الحياة اكتر، ودي حاجة مفرحاني شوية. لانه الناس هتبدأ what is it called? I'm trying to figure it out بالعربي، بس بصراحة مش لقطة معايا. People will start to appreciate life more. We will appreciate our health, our freedom, الحرية، الصحة، انك تقدري تخرجي في اي وقت، تسافري. Oh my god, بجد we took this for granted and now God is teaching us a really big lesson. فأنا متأكدة انه هنخرج كلنا من الحجر المنزلي ان شاء الله يعني على خير، وانه هنخرج كده كلنا متحمسين على الحياة، which is really really nice. By the way، اللي انا بستخدمه الحواجبي دلوقتي هو ال NYX مايكرو براو بنسل، واللون اللي انا بستخدمه هو اش براون. سو انا literally بقضي كل وقتي في البيت قاعدة بعمل فيديوهات، يا اما قاعدة بشوف نتفليكس. بس بقسم وقتي انه الصبح بكون بعمل فيديوهات، بنزل كونتنت، بفضل اعمل حاجات للانستجرام. باي ذا واي لو مش متابعيني على الانستجرام هحط لكم اسمي على السكرين، جو فولو مي. بنزل دايما ميك اب توتوريالز هناك، فهتحبوا بجد الحاجات اللي بعملها هناك. سو جو فولو مي على الانستجرام. بس يا بفضل انزل كونتنت على ماي انستجرام، بصور على اليوتيوب او حاجات كده. وبعد كده بالليل بيكون الوقت بتاعي انا، بقعد على السرير بشوف نتفليكس. I cuddle up with my blanket and I just love this time so much. بحب المي تايم جدا. بدأت اني اصور فيديو كوارنتين روتين، بس مش عارفة اذا هنزله بصراحة على اليوتيوب او لا، لسه هشوف يعني. وانا بعمل له editing، لو طلع حلو هنزله، لو مش حلو then forget about it. للآيشادو النهاردة هستخدم الباليت دي اللي انا صممتها. فاكرين زمان الزي باليت اللي هي اللي كانت ماجنت واحنا اللي بنحط فيها الآيشادوز؟ دي باليت بجد بقالي تقريبا 5 سنين عندي الباليت دي. فكل الآيشادوز اللي هنا من كولر بوب الا واحد بس، من مورفي، لا مش مورفي، ميك اب جيك، واسمه كوكو بير. اند اي كان تيل من غير ما ابص انه هو ده. I know Coco Bear. I love Coco Bear. المهم تقدروا تستخدموا اي الوان تانية، الالوان دي فيه منها في كل الباليتس التانية. وهبدأ الاول اني اخلط اللونين دول مع بعض هستخدمهم كترانزيشن كولر على ماي كريز. فاي لوك بعمله مهما كان اللون ايه، بحب الاول اني ابدأ بالوان فتحة على الكريز، وبعد كده I build the color او بزيد اللون تدريجيا. حركة كمان بحب اعملها هي اني امد الاي شادو لبرا شوية. الحركة دي بتمد العين وبتديكوا كده a nice cat eye look. guys عايزاكوا تكتبوا لي تحت في الكومنتس مين اكتر يوتيوبر بتحبوها او بتحبوه على اليوتيوب. انا بالنسبة لي بموت في كارلي بايبل، بحسها كده كتكوتة وبحب فيديوهاتها جدا جدا. وكمان بحب مادي برنارد او اماندا انسينج. guys بموت في اماندا انسينج. مين كمان يا ربي؟ Oh my god, I literally forgot. دلوقتي هستخدم اللون ده، لون تحسوه كده أورنج فاقع، وهبدأ برضو أحطه على my crease بس تحت شوية علشان يبان كأنه في أومبري أو فرق في اللون. مش عايزة أدمج اللونين مع بعض if that makes sense. ببرش أصغر شوية هاخد اللون ده، لون محمر، وبرضو هاخد اللون ده اللي هو كوكو بير، وهركز اللونين دول على الجزء الخارجي من العين علشان يدوا ديفينيشن. guys تخيلوا ماي فلات براش عليها ازرق، لانه عملت توتوريال ميك اب باللون الازرق وكنت هحطها على عيني. تخيلوا اللوك ده كان هيبقى ازرق. دلوقتي هاخد اللون ده وهبدأ احطه على الايلد. احلى حاجة ان الميك اب لايق مع شعري. هرجع تاني لنفس البراش دي وهاخد اللون البني مع اللون المحمر وهبدأ ادمجهم برا العين
علشان ما يبقاش فيه اي هارش لاينز ويكون اللوك حلو and blended. بنات دايما بعد ما اخلص عيني باخد فرشة وباخد translucent powder وببدأ انظف تحت عيني علشان لو في اي fall out او اي حاجة وقعت من الايشادو على وشي ما يبقاش فيه كده علامات ايشادو، لانه عايزين الميك اب يكون نظيف. وكمان باخد شوية translucent powder وببدأ اعمل الحركة دي علشان انظف الاي شادو. لو انتي واحدة مبتدئة لسه ما بتعرفيش تعملي ميك اب قوي، بجد مهما خبصتي وعملتي الحركة دي في الاخر كل حاجة بتظبط. اللي يشوفني بعمل الميك اب دلوقتي يقول اوه رايحة حفلة. كان في هنا مراية صغيرة مش لاقيها، هستخدم المراية اللي في البالت دي. هستخدم كوكو بير وهبدأ احدد ماي لور لاش لاين. Where's my mascara؟ عايز الماسكارا بتاعتي بجد شكلها يكسف لانها متوسخة جدا زي ما انتوا شايفين، شكلها مقزز. بس الماسكارا دي بعشقها، هي من اسنس. كل الماسكارات اللي في اسنس بحبها بجد، انا بعشق حاجة اسمها ماسكارات اسنس. بنات بجد اول حاجة هعملها بعد الحظر المنزلي انه هروح اعمل شعري احمر. خلاص انا مقتنعة باللون، حبيت اللون مش عارفه. باي ذا واي يعني لو ما عرفتوش دي باروكا مش شعري الحقيقي. فضلت نص ساعه ادور على البرونزر بتاعي المسكين، بس هو مكسور وحالته حاله. انا عامه حاجاتي يعني ما بتفضلش سليمه كتير، يا اما بكسرها بقى اوقعها، يعني لازم اعملها عاهه مستديمه. المهم البرونزر ده بصراحه مش عارفه هو منين، انا جبته من باريس من محل كده غريب في الشارع، ف بصراحه مش عارفه مكتوب عليه بالفرنسي، ف let's get over this part. بس I love this bronzer وقبل امبارح وقعته وكسرته، بصوا بقى 100 حتة. I'm gonna bronze my face. لو تعرفوني اكيد عارفين اني بعشق البرونزر، بموت في حاجة اسمها برونزر. هاخد فرشة فيها باودر وهبدأ ادمج كل حاجة مع بعضها. مش عارفة ليه حاجاتي ضايعة كده، حاجاتي في كل مكان. Let me grab this. Okay. For my blush هستخدم this blush من MAC اسمه Pinch Me. Guys البلاش ده كنت بكرهه زمان، عارفين لما تكرهوا حاجة and now I'm obsessed with it. عارفين بيدي اللوك اللي هو red cheeks, cuteness, sunburn, it's just amazing. بصوا، وطبعا دلوقتي I look like a clown because I overdid it so I'm gonna blend it. لما كنت عاملة الميك اب ده كنت عاملاه مع جلوسي ليبس، بس يمكن النهاردة اغير الليبستيك شوية، سو بفكر احط فيلفت تادي مع كورك. Let's see. I don't know. What do you guys think? انا عامة بحب الكومبو ده between the lip liner and the lipstick، بس حاسة مش ماشي مع اللوك اللي انا رايحة له today so yeah this is much better. ده MAC Mocha وبعشق اللون ده، بعشقه. نسيت حاجة مهمة. هاخد هايلايتر من MAC. الهايلايتر ده اسمه Whisper of Guilt وهحط شوية منه في النص هنا كده on my nose. It's so cute، بتصغر المناخير بتخليها كده طويلة وبحب قوي الحركة دي. هاخد Fix Plus البتاعة دي، انا بجد حقيقي نسيت هي اصلا غرضها الاساسي كان ايه، بس غرضها دلوقتي او هدفها في الحياة هو تثبيت الفيكس بلس. سو يا سرح شعري للمرة 90 مليون. and we're done. املكوا زوم ان علشان تشوفوا الميك اب. عايزه اشيل thank god that's not my real hair. coronavirus. وبكده يا بنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده، اتمنى يكون الميك اب عجبكم. بليز سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتس. as always لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا عليه لايك وسبسكرايب تو ماي شانل واعملوا لي
فولو على الانستغرام، اسمي على الانستغرام زي اسمي على اليوتيوب ميكب باي ري 124. ما فيش حاجه تانية عايز اقولها لكم غير I love you guys so much. Please stay safe، اقعدوا في البيت، حاولوا انكم تملوا وقتكم باي حاجه تخليكم مبسوطين وفرحانين وبتفكروا في حاجات ايجابيه دايما. بحبكم جدا جدا and I will see you guys in my next video. Bye guys.